كل الشكر والتحيه للكابتن الكبير الكابتن طاهر رجب، كابتن محمد السلعاوي، والكابتن سيد صابر، والكابتن شريف علي، وكل الشكر وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا برحب بزميلتي العزيزه سلا حمد، ان شاء الله يا سلا يكون وشك حلو ووشنا ان شاء الله، وكل جماهير النادي الاهلي تسعد النهارده بفوز مهم جدا في النسخه رقم 33 للبطوله العربيه. طبعا النادي الاهلي بيصل للمره الخامسه للمباراه النهائيه ان شاء الله، يعني يوم يكلل ان شاء الله بالانتصار يا كابتن هيثم. مجهود كبير بوزل دوافع كتير جدا اشتغل عليها مستر جوستي بوش المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ايضا يعني عقب فوز النادي الاهلي بدوري منطقه القاهره كانت ابلغ دافع وادت قوه لفريق النادي الاهلي، مشوار طويل جدا يا سلا، لكن ان شاء الله النهارده يكلل بالانتصار والتتويج بالبطوله باذن الله. ان شاء الله يا فاروق زي ما انت قلت فعلا. بس خليني طبعا في البدايه ارحب بيك وارحب بكابتن هيثم وبكل ضيوف الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا فاروق فعلا يمكن طبعا النادي الاهلي مشواره في البطوله العربيه كان مشوار صعب بدايه من دور المجموعات حتى الان. يمكن طبعا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين كان في المجموعه الثالثه يعني هنا في البطوله العربيه كان معاه ثلاث فرق، الفتح السعودي ونادي وداد الجزائري وطبعا نادي حضرموت اليمني. يمكن طبعا يا فاروق زي ما احنا عارفين انه بدا يعني في دور المجموعات باول مباراه ليه مع حضرموت اليمني وفاز بيه فيها بنتيجه 124-69، وثاني مباراه كانت مع وداد الجزائري وفاز فيها ب 68-49، واخر مباراه يعني كانت ختام دور المجموعات كانت مع نادي فتح السعودي وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 82-77. وكمان يعني طبعا يا فاروق في دور الربع النهائي والنصف النهائي، طبعا نصف النهائي المباراه طبعا اللي كلنا شفناها امبارح امام نادي الاتحاد السكندري، ويمكن يعني زي ما كلنا شفنا ان هي مش انتهت يعني في الوقت الاصلي للمباراه، لا انتهت في الوقت الاضافي طبعا بعد ما الفرقتين تعادلوا مع بعض، وانتهى المباراه يعني بفوز النادي الاهلي بنتيجه 78-73. النهارده ان شاء الله يا فاروق يعني النادي الاهلي عنده مباراه يعني مهمه جدا، عنده حوافز كبيره جدا طبعا، وعنده يعني كل الدوافع ان هو ان شاء الله النهارده يفوز بالمباراه. مباراه النهارده طبعا مع نادي الكويت الكويتي، واحد طبعا يعني من الفرق القويه اللي كانت موجوده في البطوله العربيه، واللي طبعا ادت اداء قوي جدا طوال يعني تواجدها في البطوله. بالفعل زميلتي العزيزه سلا حمد، فريق الكويت الكويتي خليني اقول لك يا كابتن هيثم واحد من الفرق القويه جدا في البطوله العربيه، طبعا بيصعد للمباراه النهائيه للمره الاولى في تاريخه، طبعا بيقوده مدرب الماني، هو المدرب الالماني بيتر شومارز. خليني اقول لك برده نقطه مهمه جدا، هو الراجل اشتغل على ايه مستر بيتر بعد الفوز على فريق الزهراء التونسي في المباراه الدور نصف النهائي بنتيجه 83-80، يعني عقب المباراه عمل اجتماع مع اللاعبين اتكلم على الاخطاء والايجابيات والسلبيات بتاعه المباراه، ثم توجه للاعبين لتناول وجبه العشاء، ثم ثاني يوم عمل كان وجبه الافطار، ثم عقد اجتماع مع اللاعبين. طبعا خلال الاجتماع اتكلم على مباراه الاهلي وكان اتفرج طبعا على مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، قدر انه يعرف نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي، عقد اكتر من اجتماع مع اللاعبين. طبعا عنده اثنين من اللاعبين المحترفين اللاعبين المهمين جدا، اللاعب البوسني كيكا نوفيك واللاعب الامريكي جيمس داريل. خليني اقول لك برضه ان هو عنده دوافع جديده، واحد من المدربين الكويسين جدا، يعني شفناه في التسخين عنده هدوء عنده تركيز، عارف قيمه المباراه وعارف قيمه واهميه النادي الاهلي. النقاط المهمه برضه اقول لك عليها كابتن هيثم، ولازم ان احنا نشكر فيها اداره نادي الاتحاد السكندري على حسن التنظيم، ويعني نادي الاتحاد السكندري النهارده بيقدم صوره مهمه جدا في التنظيم يعني الاستقبال، الامر كله مهم جدا. النهارده ايضا في يعني طاقم تحكيم من كازاخستان لاداره هذا اللقاء، ثلاث حكام الحكم ياجني والحكم اليكس ستانكوفيتش وانطوان كوزلوف، مشوار مهم جدا يا سلام. ايضا لفريق الكويتي الكويتي الدوافع النهارده مختلفه لفريق النادي الاهلي، ايضا يعني ان شاء الله حضور مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي هيكون موجود ان شاء الله النهارده اكبر دافع للاعبين. طبعا يا فاروق زي ما انت قلت فعلا يمكن طبعا حضور يعني مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب واحد من الدوافع الكبيره للاعبي النادي الاهلي. طبعا قبل يعني البطوله كمان كان في الفوز ببطوله منطقه القاهره، واللي طبعا يعني كانت اول بطوله للاعبي النادي الاهلي في بدايه الموسم فازوا بيها، وكمان تعتبر يعني اول بطوله يفوز بيها طبعا مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني طبعا للنادي الاهلي ان هو يفوز يعني ببطوله منطقه القاهره طبعا على حساب النادي الجزيره في المباراه النهائيه، ادته دافع كبير جدا ليه ولكل لاعبي النادي الاهلي. وكمان يمكن شفنا ده النهارده طبعا يعني في فندق الاقامه كل لاعبي النادي الاهلي كانت مركزه، وكمان يعني قبل المباراه النهارده قبل ما يعني يقوموا بعمليات الاحماء يعني يمكن اتمرنوا هنا في الصاله اللي احنا متواجدين فيها فاروق، اتمرنوا وعملوا يعني بعض التمرينات وعمليات الاحماء طبعا عشان يعني يكونوا جاهزين اكتر بشكل قوي للمباراه النهارده، وطبعا يحققوا الفوز على نادي كويت الكويتي ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي.
بالفعل سالة يعني كابتن هيثم سالة كانت متواجده مع الفريق للنادي الاهلي في مقر الاقامه، لمست الامور كتير جدا من الامور، الدوافع النفسيه اللي بيشتغل عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي، دور الكابتن طارق الغنام، كابتن احمد الجرحي مع اللاعبين، دي كانت كل الكواليس كل الاخبار قبل انطلاق المباراه. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. طب فاروق انا عايز اسالك سؤال معلش، امبارح شفنا في المباراه لجوء الحكام في اخر دقيقه ونص للفار كره السله او الفيديو، احنا ما بيتقالش عليه فار في كره السله بيتقال عليه فيديو، فهل ده موجود النهارده ولا انت ما عندكش معلومه؟ لا احنا اتاكدنا من هذا الامر ان بالفعل هيبقى موجود تقنيه الفيديو في هذه المباراه، ان شاء الله هتبقى موجوده في هذا اللقاء يا كابتن عيسى. طب هل برضو من ناحيه الاحصائيات هل عندك معلومه مين المرشح يبقى هداف البطوله؟ لان طبعا بيبقى بشكل كبير بدات الموضوع يقرب، ان لم يكن هي هتكون ما بين الاجانب طبعا، لانه الاجانب هم اكتر او اللعيبه المحترفه بتبقى هم اكتر تسجيلا للنقاط، هل عندك معلومه المنافسه مع مين؟ هل من النادي الاهلي حد داخل ولا ما عندكش معلومه بده؟ يعني اقدر احسم لك الامر بالنسبه لفي فريق الكويت الكويتي، اللاعب جيمس داري الوع واللاعب البوسني كيكانوفيك واللاعب عدنان الشمري من اللاعبين اللي نسبه التهديف عندهم عاليه في الاحصائيات. ايضا من جانب النادي الاهلي طبعا يعني هيتضح لينا برضو خلال هذا الامر ان العدد اللاعب في النادي الاهلي اللي هتكون موجوده في هذا التصنيف، لكن ان شاء الله يعني كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. فاروق صلاح وسالة حامد مراسلنا من ارض الملعب، فعلا بشكركم شكرا جزيلا، مجهود تشكروا عليه، تعبانين معانا النهارده يعني.